عجقة الأعياد خلصت لتبلش عجقة تانية، عجقة الأعراس والتحضير للأعراس. واليوم رح نحكي بالتفصيل عن تحضير للأعراس اللي هلأ يمكن صارت شوي كمان بوضع مش كتير إذا فينا نقول هيك محبب عند العالم هلأ الأعراس، يعني لا على المعزيم ولا على العرسان. أهلا وسهلا فيك نانسي هاشم، مدير علاقات عامة وإعلانات. أهلا وسهلا. مرسي. مجوزة؟ لا بركي هلا على وجه الابلكيشن بيمشي الحال بهالسنه ان شاء الله. يعني يمكن وضع صعب عم بيقطع عليه الكل وعم بيقطع على جيوب المواطنين كلهم، واللي صار يمكن العرس هلا بلبنان صار كثير اخذ موجه غير قبل، يعني هلا صار في كثير متطلبات للعرس. تزوجنا هي ابلكيشن بتسهل البحث عن تفاصيل العرس وعن كل شيء خاصه ريليتد بهالموضوع. تزوجنا شو؟ تزوجنا هي صلة الوصل بين كل اصحاب المحلات وكل الاشخاص اللي هن بيهتموا بتحضير العرس، وكل شب وصبيه حابين انه هن يحضروا لعرسهم. فنحن جمعنا كل هالسبلايرز بلبنان وكل اصحاب المحلات بمطرح واحد حتى نهين عمليه تحضير العرس ويبطل فيه هالقد ستريس، يبطل صعب يعني صعب لإله. عم نشوف نحن شوي كيف عم بفوت الشخص او كيف بيقدر يفوت على الابلكيشن ويقدر، يعني انتم بمختصر مفيد صلة وصل بين يلي بدهم يتجوزوا وكل الناس يلي رح يتعاملوا معها ليحضروا عرسهم. مزبوط، كل شيء، ميك اب، شعر، فانيوز، مطاعم، اوتيلات، سيارات، اعراس، اجار، ايفن تاكسيز، هوستسز، كل شيء كل شيء دو ا زد هن بحاجه له بيلاقوه بالابلكيشن، حتى okay. اللي بيتخيلوه اللي ما بيتخيلوه موجود. قد ايه صار للابلكيشن؟ الابلكيشن صار له تقريبا شهر ونص. بعدها جديد على الابل ستور. مزبوط. اوكي بس كنت بدي اسال من خلال هالابلكيشن قديش قدرتوا تلاحظوا مثلا انه العالم بعدها مهتمه تعمل عرس؟ يعني نحن بنحكي عن وضع اقتصادي صعب. مزبوط، بس من ميل تاني بنقول انه يا عمي كيف العالم ما معه مصاري وليكل اعراس مثل اللي البلد. هلا انت بتعرفي اكيد نحن بلبنان يعني هيدا الشيء ما في مهرب منه، والعرس يعني العالم بتفرح بتعمله بفرح، يعني حتى اوقات لو مش قادرين بيعملوه بفرح. مزبوط. بس فكره الابلكيشن اجت لانه كل الاشخاص حابين يعملوا هيدا العرس، فمثل هيك سند صغيره لهم او بتساعدهم، لانه الابلكيشن فكرتها يقدروا هدول اصحاب المحلات يعملوا اوفرز وديلز، وهالاشخاص او هالشاب والصبي اللي بدهم يتجوزوا يستفيدوا من هيدا الاوفر. يعني في اوفرات على الابلكيشن اكيد سبلاير بحط انه يلي السعر اللي باخده اذا رحت عند الزلمه مش نفسه يلي بيطلع لنا الابلكيشن، حيكونوا اكسكلوسيف للابلكيشن، وحيلا حدا بيروح عند اصحاب المحلات وبياخذ الاوفر من خلال الابلكيشن حيكون عم يستفيد من ديسكاونتس واوفرز اكسكلوسيف لنا. لهلا صار في عدد منيح مشتركين بهالابلكيشن؟ ايه صار في عنا تقريبا بحدود ال 2000 سبلايرز بالابلكيشن، وبحدود ال 1000 شخص نزلوا الابلكيشن، يعني عم تاخذ اصداء كثير حلوه كثير بوزيتيف نشكر الله. وهيدا الشيء عن جد هيك بفرح، يعني لانه يعني ما في اذا بدك ما في نيجاتيف فيدباك بالسوق، كل العالم حبت الفكره، كلهم حابين يستفيدوا انه يهينوا هيدي عمليه التفتيش كرمال عرسهم. بتعرفي هلا عن جد عم بحكي بعجقه السير، الواحد بفضل يمكن التليفون ويقعد يفتش على الانترنت وكل هول الامور، يعني حتى العرس احسن ما يروح مشوار على محل واحد يقعد من خلاله ثلاث ساعات على الطريق. هو الشوبينج حتى صار اونلاين، يعني كل شيء عم بيروح الاتجاه لهيدا. مزبوط، من هون انطلقت فكره الابلكيشن، ليش حتى العرس ما بيكون عم يتحضر على التليفون، خصوصا انه اكثر شيء بياخذ وقت، يعني اكثر شيء بياخذ ستريس وتفتشي وبدك تشوفي صور وبدك تشوفي هيدا وين محله وهيدا رقمه، تقعدي تفتشي على الانترنت تفوتي على كل واحد لحاله صارت صعبه. فهيدي الابلكيشن فيها كل شيء، يعني السبلاير موجود عنه كل شيء، اللوجو، صوره، وين هو موجود، اللوكيشن تبعه، نافيجيشن سيستم بياخذك لعنده دايركتلي على جوجل مابس، ارقام التليفونات اذا عنده كذا فرع، الاوفرات طبعا كل شيء، الاوفر تبعه كل شيء. طيب اوكي نانسي، قديش بتحسي انه العالم بعد إلى جلاده تعمل كل هالامور؟ هلا اللي ما له جلاده صار في ينزل الابلكيشن. كيف ما له جلاده ينبش على هالتفاصيل؟ يعني اللي ما له جلاده صار في ينزل الابلكيشن كثير هينه، لانه معموله بطريقه كثير سمبل مبسطه، في يعمل سيرش باي ريجن حسب المنطقه يلي هو مثلا بده يتجوز فيها، او يمكن المنطقه اللي عجبته، في شوف مين السبلايرز. انت بتعرفي يعني
انتم بتتدخلوا بالديلز اللي عم بيصيروا ولا انتم خلص نزلتوا ابلكيشن والعالم يتصرفوا بين بعضهم؟ نحن بس هدفنا نهين هيدي العمليه. يعني ما بتعرفي هالعروس شو نقت اي فستان او هيدا المسيو اي كيترينج؟ لا ما بتعرفي. لا هيدا مش هدفنا نفوت بعينيهم اكيد. لا ما في. لا في مصداقيه اكيد. في مصداقيه لانه مش من مكان يعني بفوت بالابلكيشن، هي اكيد مفتوحه يعني لكل الاشخاص، بس في رقابه على الموضوع ونحن بنهتم بكل هدول المواضيع يعني. اوكي نانسي هاشم، نحن ان شاء الله بنفرح منك بال2018 مديره علاقات عامه واعلانات، من إليك مبروك. مرسي. على الابلكيشن، وان شاء الله عن جد هيك تكون سنه خير على كل العالم. اهلا وسهلا لكم كمان. مرسي. نحن رح نتابع حلقتنا وننتقل الى تياترو فيردا لنتابع امسيه موسيقيه غنائيه للفنان خالد الهبر. هالامسيه قدم من خلالها ابرز اغاني الوطنيه والملتزمه وايضا الكلاسيكيه. تقرير. بتعيش العمر لعبة قدر، بضيع بلحظة العمر نتفة صور في ناس. بتعيش العمر لعبة قدر، بضيع بلحظة العمر نتفة صور. التزاما بقضايا الشعوب وحريتها، قاتل خالد الهبر بالكلمة واللحن. كل شيء كتبته أنا بحياتي كتبته من منطلق غير أنه من منطلق سياسي، كتبته كتير كمان من منطلق احترام العالم، احترام ذوق العالم. يعني ما عملنا أي غنية بأي لحن بأي كلمة بكذا، يعني اندرست الكلمة كتير منيح، اندرس اللحن كتير منيح. بذاكرة الأغنية السياسية والأغنية الملتزمة وجد اسم خالد الهبر، وصدى ما قدم لا يزال بحاضر شباب اليوم وقضاياهم. الشباب اللي هلأ يلي كل الأغاني أكبر منهم بالعمر، أكبر منهم بكتير يعني، هودي صارت غنيتهم هلأ، وحاسس حالي أنه أنا بعمر هودي الشباب اللي يعني بيجددولك هن شبابك، حس حالي بعمرهم وعم بفهمهم وعم بعطيهم اللي لازم ينعطوا. بالوضع السياسي ما تغير شيء من سنين الحرب لليوم، ولا الأغنية السياسية بعد النفس حي من أجل الانتفاضة للكرامة ونشر الوعي الفكري والفني. هلأ اللي بيتغير هو فنيا، يعني أنا بحس حالي نضجت أكثر فنيا، صرت أروى مع اللحن تبعي مع الكلمة تبعي، وصار في خبرة، هالخبرة عظيمة كتير. يعني اللي كان بأيام الحرب وبيعرف مين خالد الهبر دغري بس يسمعه بيرجع بالذاكرة لبيروت، بيرجع للجنوب، بيرجع لكل لبنان بشكل عام أيام الحرب كيف كان. أنا وعيت بعائلة تسمع له لخالد، تسمع لزياد، تسمع لهود العالم اللي عن جد بتحس إنه الميوزك تبعهم مش بس عم بتوصل ميوزك وفن ديسنت، بنفس الوقت عم يقدر يوصلوا مساج من هيدا الفن. برجعك لزمن الالتزام بالأغنية وبالثقافة وبالفن وبالسياسة بنفس الوقت. يعني بيحكي شوي إذا بدك على الموسيقى، بيحكي شوي عن عنا نحن بالأغاني، عن الشعب اللبناني وعن المأساة اللي احنا بنحس فيها. يعني في فن ملتزم، في قضية اجتماعية. إلى مسرح تياترو فيردان حضر كل محب للنغم الثوري، ووسط الحفل دخل عباس شاهين مضيف نكهة فنية مميزة مع الفرقة الموسيقية بقيادة ريان الهبر. الأغاني اللي بتجمع الكل هي الأغاني اللي بتجمع تحت شعار الوطنية يعني إجمالا، فبرأيي أنا أنه الجيل الجديد لازم هيك يربى، لازم كلنا نكون سوا. يعني أنا بحس لما أسمعه كأنه رسام عم يرسم لوحة وأنا بنصها. هو لكل الأوقات خالد الهبر، يعني للسيارة وللبيت وللمسرح وللمهرجان. أجمل ما بهيدا الفن الملتزم هو النفحة الإنسانية حتى لو سقطت شيوعية وكذا.
من المسرح إلى المعرض Simple Image Complex Vision هو عنوان المعرض الثالث للفنان والمصور الفوتوغرافي بشار عظمي بصالة عرض SV Gallery. المعرض أتى بالتعاون مع مؤسسة أفاق وشركة سوليدار، وكل التفاصيل مع زميلتنا باميلا نبهان. من التفاصيل الحياتية اللي منمر من جنبها يوميا وما بننتبه لها، خلدها وحولها إلى تحف فنية وصور فوتوغرافية أبدية بعينه اللي بتلتقط كل تفاصيل صغيرة والدقيقة. التقط أجمل الصور والمشاهد، فحول تفاصيل صغيرة من البنايات، المناظر الطبيعية، الصدى، الحيوانات، الزهور والأشياء، وحولها إلى لحظات تغلبت على عامل الوقت. وكان ثالث معرض للفنان السوري لاستهواه التصوير من صغره بشار عظمي، واللي عرض لأول مرة بلبنان صوره تحت عنوان Simple Images Complex Vision. أنا أدعي أنه أنا لي نظرة خاصة للأشياء الصغيرة اللي كتير ناس ما بيلاحظوها. أنا أعتقد أنه الحياة الجماليات تبعها بكتير من الأشياء، مو بس بالأشياء الكبيرة، كمان بالتفاصيل الصغيرة. وبالتالي أغلب لوحاتي هن موجهين لهالشيء. هذا جزء من المعرض. المعرض هو عبارة عن معرض فوتوغراف لفنان بشار العظمي، من الشخصيات المعروفة يعني بسوريا كشخص، بس تقاعد حب يفوت بهالدومين ودرسه وعمل معرض بنيويورك وعمل معرض بجوتة بالشام، وهيدي معرضه الثالث ببيروت. اليوم هذا الفن اللي عم نشوفه اليوم مين ما كان بيقدر يقراه، وكل واحد بيقراه على طريقته وبيصير في تواصل. فالفنان بشار العظمي يعني مبين عنده موهبة كبيرة بالتصوير. بشار له نظرة خاصة، أي شغلة بيطلع منها شيء حلو، عرفتي؟ وبعتقد المعرض كله نتاج هالنظرة تبعته يعني، فأنا كتير معجبة بشغله. بالتعاون مع شركة سوليدار وبمبادرة من رزان شطي ومؤسسة أفاق، استقبلت صالة عرض SV Gallery بشار عظمي بلبنان وتحديدا بقلب بيروت. وكانت المفاجأة الكبرى اللحظة اللي عزف فيها ابنه الموسيقي العالمي كنان عظمي مقطوعات موسيقية مع زوجته الموسيقية ليال شاكر. فاجتمعت الموسيقى بالفن بالصور الإيجابية المستوحاة من كبار الفنانين مثل موني وبيكاسو، وبمعرض مستمر لغاية 29 كانون الأول. أبي عنده عين كتير متفائلة بشكل عام، تطلع على شغلات صغار، عنده obsession، هوس بالتفاصيل الصغيرة. كتير بحب شغلنا وبحب يسمعنا، ونحن بنحب كمان نشجعه إلا أنه نعمله مفاجأة على طريقتنا، فحبنا نعزف كم مقطوعة نحضرهم لبكرة. حقيقة المعرض كتير حلو، ومن شيء ما هو شيء كتير بسيط، مثلا حديد مصدي عاطي صورة رائعة، وفي فن، في فن بالقصة. شو سجلت الساحة الرياضية من أخبار ببداية 2018؟ رح ناخد فكرة من خلال تقرير نختم في حلقتنا لليوم. وبكرة أكيد حلقة جديدة بتمام الساعة 7:30. كونوا على الموعد. باي باي. ينتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد خطوة جادة من إدارة النادي الملكي للاستجابة لرغبة ملحة مع بداية العام الجديد 2018. وذكرت تقارير صحفية أن رونالدو يترقب موقف مسؤولي النادي من الموافقة على تقديم عرض جديد له، من المتوقع أن يكون الأخير له مع الفريق الملكي، وسيبقي مع الميرينجي حتى نهاية مشواره الكروي. ووفقا لصحيفة أس، فإن منح عقد جديد للدون سيكون أولوي لإدارة ريال مدريد في العام الحالي،
وأشارت إلى أن مدرب الفريق زين الدين زيدان سيلعب دور محوري في تشجيع إدارة النادي على اتخاذ هذه الخطوة والاستجابة لطلبات صاروخ ماديرا. وكان رونالدو قد جدد عقده في 2016 حتى صيف 2021، لكن ترددت تقارير خلال الأشهر القليلة الماضية عن أنه اللاعب غير سعيد بسبب أنه راتبه السنوي أقل مما يحصل عليه ليونيل ميسي نجم برشلونة ونيمار لاعب باريس سان جيرمان. وكان رونالدو قد ألمح إلى رغبته في الحصول على عقد جديد بعد التتويج بمونديال الأندية بالإمارات الشهر الماضي، حيث قال: أريد البقاء مع ريال مدريد حتى الاعتزال، ولكن الأمر لا يتوقف علي فقط، أنا لست إدارة النادي. وضع مسؤولو نادي برشلونة الإسباني قائمة طويلة من اللاعبين المميزين الذين تسعى التعاقد معهم سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري أو الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي. وفي هذا الصدد نشرت صحيفة إكسبرس البريطانية تقرير بالصور يضم 10 لاعبين مرشحين لارتداء قميص البرشا، حيث قالت أنه فيليب كوتينيو صانع ألعاب ليفربول هو الهدف الرئيسي للنادي الكتالوني بعد ما فشل البرشا في ضمه الصيف الماضي، يليه المدافع الكولومبي ياري مينا لاعب البالميراس، وأنه هذا الثنائي الأقرب للانضمام إلى البلوغرانا في يناير. ومن ضمن الأسماء الأخرى التي استعرضتها الصحيفة باولو ديبالا نجم جوفنتوس الذي تزايدت مشاكله مع المدرب ماسيميليانو أليغري هذا الموسم وألمح وكيله إلى إمكانية رحيله عن صفوف السيد العجوز. وأضافت أن برشلونة لم يتراجع عن اهتمامه بماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان والذي حاول برشلونة التعاقد معه مطلع الموسم الجاري، علما بأن الحصول عليه لن يكون بسعر قليل. وهناك أيضا أندري هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي يعاني من قلة المشاركات هذا الموسم، وساؤول نيغويز موهبة أتلتيكو مدريد والذي سبق أن تقدم برشلونة بعرض لضمه وتم رفضه. ومن الأسماء الأخرى التي تناول تقرير إكسبرس ليون غورتسكا لاعب وسط شالكي وماتياس دي ليخت قلب دفاع أياكس أمستردام والإيفواري جون ميشيل سيري لاعب وسط نيس وأرثور لاعب وسط غريميو البرازيلي. أعلن المصارع المحترف المخضرم جون سينا رسميا عن مشاركته في مهرجان رويال رامبل نهار 28 يناير الجاري بمباراة يتنافس فيها 30 مصارع. وكتب سينا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: صباح مشمس في بداية عام 2018، الاحتمالات لا حصر لها والفرص وفيرة. في 28 يناير سأشارك في مباراة رويال رامبل وسأحصل على فرصة جديدة لصناعة التاريخ. ومن المعروف أن الفائز بمباراة 30 مصارع بمهرجان رويال رامبل سيتأهل لمواجهة بطل العالم خلال مهرجان راسلمانيا 34 الذي سيقام يوم 8 أبريل المقبل. وسبق لجون سينا الفوز بمباراة رويال رامبل مرتين عامي 2008 و2013، وفي حال فوز هذا العام للمرة الثالثة سيعادل الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة ستيف أوستن، وفي حال فوز سينا بلقب العالم في راسلمانيا سيكون ذلك واللقب 17 في مسيرته المهنية ليكسر الرقم المسجل باسم الأسطورة ريك فلير. He's in great shape right now, guys.